ويشترط في الجلباب كما أيضا كان لنا الأجر الأول في لفت النظر إلى أنه يشترط في الجلباب 8 شروط، منها أن يكون صفيقا لا يشفه، وأن يكون فضفاضا لا يصفه. الجلباب إذا كان هكذا شرعيا، كيف يكون الإناء؟ كيف تمشي هذه المرأة التي أمرت بأن تدني الجلباب على وجهها؟ لا لسه ما تمت التمثيلية. كيف تمشي هذه المرأة المسكينة إذا أمرت بأن تدني عليها من جلبابها بمعنى تغطي وجهها؟ أنا أشعر بأنهم وجدوا هذا الأمر غير معقول، فأوجدوا لأنفسهم متنفسا، ووجدوا لهم رواية وهي عن أحد التابعين، شو اسمه نسيت والله، من تلامذة ابن مسعود، عبيدة أو نحو هذا الاسم. الشاهد يذكر في جزم التفسير، قال تبدي عينا واحدة، إذا هي جلباب تمشي هكذا، شفتني؟ هكذا تمشي، تبدي عين واحدة. لكن هم الآن خالفوا الآية، لماذا؟ إما أن يفسروا لإناء بالتغطية، فهذه ما غطت، كشفت إيش؟ عن عين الله. وجدوا أيضا أنه قضية ما هي عملية، عين واحدة والله الله خلقها عينتين، ليش تعموا عين أخرى؟ لا، فجاءت أقوال أخرى فيما بعد، تبدي عينيها.